سويتها يا فارس بهالسرعة؟ مو هذا الكلام اللي اتفقنا عليه من زمان؟ ليش بتفاجأ؟ فجأة؟ انت بقالك 3 سنين بتقول حتطلق، عمرك ما عملتها، افتكرته كلام وخلاص. لا حشملتي صاحية، مين طلع عندي ذاك اليوم وعمل لي محاضرة اش طولها اش عرضها وحياتنا مستحيلة وطلقني؟ لا والله موت، يا واحدة ثانية اللي تكلم. أنا أدري يا فارس إن أنا قلت، بس أنا قلت سبب تاني خالص، قلت عشان تيجي تقولي يا مراتي يا حبيبتي أم ولادي. ما تفكريش كده، راجع سنين عمرك اللي عشناها سوا، عشرة العمر. مش ذنبي أنا، مش ذنبي يا فارس، ذنبي اللي ضحيت بعمري وحياتي وأجمل سنين عمري علشانك. يا برودك يا أخي، ده اللي استاهله منك. يومين يومين اتنين وخدت قرارك وخلاص، بعتلي ورقة. بصراحة أنا ما عاد أفهمك، كلامك كأنه ألغاز. يعني معقول في واحدة تطلب من زوجها طلاق بس عشان يتمسك فيها؟ يا أخي ربنا ليه حكمة، ده اللي فيك مش شوية بس استاهل أكتر منه. إيه؟ اطلع برا، اطلع برا يا حقيرة. موضوعك غريب، ما أعرف وش قصتك يا فارس، ليه ما تتصل؟ ألو، هلا فارس، غريبة، وين مختفي من الظهر؟ لا دقيت ولا شي، قلت لا تكون تعبان ولا فيك شي؟ لا أبد سلامتك، ما في شي، كنت نام العصر والحين صحيت. لا وش بخبي يا ريم، والله هذا اللي صار. عموما انت بلغيني ايش اخبارك، اخوك نايف سافر مع زوجته؟ يلا بالسلامة ان شاء الله، يرجع بخير ان شاء الله. ريم أنا توني صاحي، أعطيني شوي بس أغسل وجهي وأشرب شوي قهوة ولا حاجة وأرجع أكلمك. لا تأخرت ولا شيء، ماني زعلانة بس تعبانة شوي. لا يا فارس ماني زعلانة منك، ما صار معي شيء اليوم صدقني، الموضوع ما له علاقة فيك، ارتاح ولا شيء. ما أدري إيش فيني اليوم يا فارس، أحس إني معصبة، بس يمكن إني لحالي بالبيت وأخوي نايف تزوج وسافر، أكيد مشغول مع زوجته، وكلمته ما رد علي، يعني حاسة إني وحيدة وأنا أكره هذا الشعور، حاسة إن الدنيا فاضية حولي ما في أحد وأنا لحالي وأبوي ما هو هنا، حاسة إني مخنوقة.
وأنا أكره هذا الشعور، أكره حسني لحالي. نايف، تدري عادي يا فارس، أنا نايف ما أحب. نايف قطعة من قلبي ومن روحي ومن كل شي فيني. نايف أخوي ولدي وصديقي. تتوقع أغار عليه؟ لا، بس لأني يعني عمري ما حسيت بهالإحساس. أخوي نايف سافر واجد من غيري، بس المرة هذه غير. أحس إني فقدته، إنه راح مني. تدري عاد جبته، إذا في حد في هالدنيا تغار علي منه فأكيد هو نايف. ما أدري، بس ما عمري في حياتي راح أحب أي رجال في هالكون عقب أبوي، كثر ما أحب الخبل. ألو. صباح الخير، صحيتي؟ يو، من زمان وبالشغل كمان. لا تكوني بكيتي أمس كثير. لا، تراني ما أبكي على طول، هي يعني كذا كل كم سنة مرة. كويس طمنتيني، لأن في بنات يبكوا 3 مرات في اليوم. لا تخاف، ارقد وامل، حفلة البكاء الجاية إن شاء الله 2014. معناته في البرازيل هذه كأس العالم صار. يا حبيلك، أنت الوحيد اللي تضحكني. شفتي كيف؟ ونايف يبكيكي، يعني لو تحطينا في مقارنة تعرف مصلحتك. وشو هذا؟ بدينا نغار؟ هي طبعاً، ليش ما غار؟ ما أدري من وين طلع لي هالنايف. لا أبداً، لازم تتأقلم مع الوضع، خصوصاً بنايف. والله أدري إنه البنت تحب أخوها، بس مثل كريم ما شفت. يعني الرجال راح وتزوج وشاف حياته، وانت لسه قلبك مشروع معه. اي والله انك صادق. تدري يا فارس، انا من يوم سافر نايف وانا اقول ما ادري وش فيني من عفسه، ماني عارفه اعيش ولا اتحرك ولا انام. بس عرفت انه نايف هو السبب. احيانا احس انه اخوي صغير، واحيانا احس انه انا امه، وان هذا ابني، وان دنيتي كلها. ما ادري، احس ان قلبي في صوب وروحي بصوب وانا بصوب. نايف كل دنيتي.